في كأس الرابطة ما بين الاتحاد السكندري وإمبي انتهت لصالح الاتحاد السكندري ب3 أهداف مقابل هدفين. أدي النتيجة قدام حضرتك، تعالوا بقى نشوف الأهداف. بداية التسجيل كانت عن طريق كالوشا في الدقيقة 53 لإمبي، ثم تعديل النتيجة كان بهدف ذاتي برضو كالوشا. كالوشا جاب جون في الاتحاد وجاب جون في نفسه، يعني عمل الاتنين، ودي حاجة يعني صعبة جدا. ثم الاتحاد السكندري بيتمكن في الدقيقة 68 من تنظيم هجمة مرتدة نموذجية، والعود يخلصها ما بلولو في الدقيقة 68 علشان تبقى النتيجة 2-1. ثم في الدقيقة 71 أحمد عادل ميسي وأسست حلوة قوي قوي، ترقيصة حلوة قوي، واحدة والتانية يا مزاجك يا مزاجك، على الهادي على الرايق خالص على الرايق خالص. ثم الهدف الثاني كده النتيجة 3-1، أحمد أوفا في الدقيقة 80 ومن كرة عرضية اتعامل معاها برأسية مميزة، طوله حلو، طوله مساعده هي، فتمكن من تسجيل الهدف، فتبقى النتيجة 3-2. نتشها نتش كده، هي مش قوية بس رايحة في زاوية بعيدة. طيب